مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منوريني ومشرفيني في مكانكم الاهلي. اهلي بيتكم دايما في اي مكان وفي اي زمان. وملعب الاهلي، ملعب الاهلي النهارده فيه مباراه مهمه جدا كانت هنتكلم عليها مع ضيوفنا الكرام الاتحاد وسموحه، وانتهت بفوز الاتحاد سيد البلد كالعاده بضربات الجزاء، مشهد يكرر لتاني مره في البطوله العربيه وايضا كاس مصر. الظاهر الاتحاد خلاص بقت لعبتهم ضربات الجزاء دي. كل التوفيق لفريق نادي الاتحاد وهارد لك لسموحه. المباراه كانت متوسطه المستوى، كان الاتحاد اخطر في معظم اوقات المباراه، عشان كده اعتقد ان هو استحق هذا الفوز. تعالوا اقول لكم واطمنكم على اخبار النادي الاهلي الاول قبل ما ندخل في تفاصيل هذا اللقاء مع ضيوفنا الكرام. خلاص محمود وحيد بقى اهلاوي لمده 4 سنوات، واكيد حضراتكم متابعين كانت الدنيا مقلوبه محمود وحيد في الاهلي. لا اصل محمود وحيد لسه الاستغناء، لسه في كلام على الفلوس، في نادي تاني عايزه، نادي التالت مش عارف ايه. انتوا عارفين دلوقتي اي صفقه، اي صفقه هيبص عليها نادي الاهلي بس هتلاقي في ناس كتير قوي بيبص عليها، لكن الاهلي دايما بيبقى عايز صفقات محدده، عايز عناصر محدده. زي ما قلت لكم حتى لو ما فيش صفقات، لكن الحمد لله انا قلت لكم ووعدتكم ان في صفقات، كل الصفقات اللي انتوا عايزينها. صفقه واحده بس اللي انا زعلت عليها بصراحه، زعلت عليها قوي كمان، كانت هتفرق كتير جدا جدا وهتفرق مع اي نادي، هي صفقه واحده اللي راحت مننا بس الحمد لله خلاص مش مشكله. ان شاء الله النادي الاهلي عنده صفقات كبيره جدا وكتيره جدا، يا دوب بس هي مساله شكليات وهتطلع في وقتها. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم لما تطلع رسمي هنبلغكم بيها رسمي، فخدوا الكلام الرسمي دايما من موقع الاهلي ومن تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. سيد عبد الحفيظ اسمه دلوقتي بقى بيضايق ناس كتير، مش مشكله. خلاص 4 سنوات حصل عليهم النادي الاهلي من توقيع محمود وحيد الظهير الايسر لفريق مصر المقصه. محمود وحيد كان قبل كده في الاهلي بس يعني خلاص بقى كان اترفض. كمان تراوري اللي انا بقول لكم عليه ده كان جه الاهلي وبرده اترفض. معلش ساعات بيجي لعيبه وانت عندك في مكانهم لعيبه، واللعيبه اللي تبقى عندك بتبقى فايقه قوي، فبتخليش المدير الفني يفكر حتى في اللعيب اللي جاي ده ممكن يقعده ويشوفه كويس. لا انا عندي لعيب مثلا علي معلول، فمش هفكر في ظهير ايسر دلوقتي مثلا. علي معلول لا انا عايز ظهير ايسر، لا اجيب لعيب دلوقتي تاني. لو عندي احمد فتحي وعندي باسم علي وعندي محمد هاني، لو جالي باك رايت جامد قوي مش هفكر فيه او مش هشوفه كويس زي ما انا اكون محتاجه. زي احتياجاتي للمساك دلوقتي مثلا، هبدا اشوف مساك وابدا ابص عليه مره واثنين وثلاثه، فاللعيبه بتهرب منك او بتروح منك او ما بتاخدش عينك او يعني زي ما بيقول. لكن الحمد لله احنا قلنا تمم الاجراءات كلها مع مسؤولي المقصه والنادي الاهلي، وانتهت الى اتمام الاجراءات الماليه والاداريه الخاصه بانتقال لاعب رسميا للنادي الاهلي، ودي صوره توقيع قدام حضراتكم. وريني الصورة الكبيرة. أيوة المهندس عدلي القيعي فين؟ والمهندس عدلي القيعي فين يا جماعة؟ المهندس عدلي القيعي هتلاقيه بعد كده محمد فضل زي ما حضراتكم شايفين. كله أي حد بيشتغل في النادي الأهلي بيعمل شغله على أتم وجه، وأنا قلت لكم قبل كده محدش بيأثر في النادي الأهلي في أي مكان هو شغال فيه. ده طبعا فيديوهات لمحمود، إن شاء الله يكون ورقه رابحه جدا. محمود وحيد لعيب كويس قوي، لعيب مهاري، لعيب بيعرف يدافع، بيعرف يهاجم، بيعرف يجيب جوال كمان، لعيب اعتقد النادي الاهلي محتاجه جدا طبعا. لعب كمان منتخبات، مر على المنتخبات كلها. في من علي معلول كده شويه بس هو بيدافع اكتر من علي معلول شويه، يعني تحس ان علي بيعمل الكروسات والحاجات دي، نفس تانيه الدار شويه كده ونفس الجاريه. انا سايبكم تتفرجوا على الفيديوهات بتاعته. يلا تعال كمان محمد محمود كان النادي الاهلي طبعا خلصه. محمد محمود ديفندر النادي الاهلي الجديد اللي منتقل من نادي دجله. محمد محمود لعيب مهم جدا برده، محتاج تدعم في المكان ده كويس قوي. قلت لكم مش اي مكان عايزين ندعم فيه، يعني احنا عندنا اماكن ما شاء الله مليانه لعيب. وشفتوا احمد الشيخ رجع يقول انا موجود تاني، شفتوا كل معظم اللعيبه بصراحه رجعوا يقولوا احنا موجودين تاني وموجودين بقوه. كمان ناصر ماهر كل شويه بيقول انا موجود يا جماعه عندنا. لسه احمد حمدي كمان عايز اي فرصه. عندنا لعيبه كتير جدا عايزين بس العين اللي تشوفهم كويس قوي والمدرب اللي يطلع امكانياتهم. قبل كده قلت لكم المدرب ليه دور كبير جدا جدا، وهنتكلم على المدرب في سياق الاخبار اللي هقولها لحضراتكم
بعد قليل. ده محمد محمود. بالظبط. ان شاء الله يكون برضو لعيب مفيد للنادي الاهلي. انا ضد شكلا وموضوعا الكلام اللي بيطلع ان محمد محمود مثلا انا شفته كويس في دجله ممكن ما يتحملش الضغط العصبي بتاع النادي الاهلي. كنت ساعات بقعد اتناقش في الموضوع ده صحيح، لكن بصراحه انا بقيت ضده جدا، لان محمد محمود او ايا كان محمود وحيد مثلا احنا شايفينه كويس، شفناه في دجله كويس، شفناه في مصر المقاصه كويس، شفناه مش عارف فين كويس، اي لعيب بنجيبه احنا شفناه كويس، يبقى لازم هو يكون كويس في المكان الجديد اللي هو رايحه. شغل مين ده بقى؟ شغل مدرب، شغل مدير كوره، ان هو يطلعه او يدخله في الجو الجديد اللي دخل فيه. ان دخل النادي الاهلي الجمهور وضغط عصبي وضغط نفسي ومفيش حاجه عندنا غير بطولات ومفيش حاجه عندنا غير مكاسب، وتشوفوا الدنيا بتتقلب ازاي لما بنخسر او بنتعادل. المدير الفني بيدخله في الاجواء دي، مدير الكوره بيدخله في الاجواء دي، في الاخر بيطلعه هو اللعيب اللي انا شفته كويس. لكن هقول بقى اصل هو مش متحمل الضغط ومش متحمل مش عارف ايه وقعده شويه عشان ينسجم ومش ينسجم، الكلام ده كله بصراحه انا ضده. فبقى مسؤوليه المدير الفني ومسؤوليه كبيره جدا، عشان كده بقول لكم المدير الفني ليه دور كبير قوي قوي في الكوره عموما. جونيور اجاي النجم الكبير بينتظم خلاص في المران الجماعي النادي الاهلي، عارفين ان جونيور كان طالع من اصابه كبيره جدا، قطع او شبه قطع في الرباط الداخلي للركبه. خلاص جونيور دلوقتي دخل في التقسيمات الفنيه في المران، وواحده واحده ان شاء الله يستكمل التدريب بالكامل مع الفريق ان شاء الله. جونيور اجاي لعيب مهم ايضا ومحتاجينه جدا، عندنا مستشفى زي ما حضراتكم دايما بتقولوا ان شاء الله يطلعوا منها معافين. كوليبالي بيغيب عن تدريبات الكره وعاشور يؤدي جلسه في الجيم. سليف كوليبالي النهارده اكتفى باداء تدريبات خفيفه في الجيم على هامش مران الفريق ولم يتواجد في تدريبات الكره. مش عارف ايه السبب بصراحه، مش مكتوب قدامي ايه السبب. ده تدريب اليوم قدام حضراتكم. يعني انا مش عارف سليف كوليبالي كان غايب عن تدريبات ليه مع انه كان متواجد في قائمه الفريق المباراه السابقه. ماشي. ده طبعا سامي قمصان، طارق سليمان، سيد عبد الحفيظ، محمد يوسف، عادل مصطفى. اكيد فين عادل مصطفى؟ هتلاقيه طالع حالا دلوقتي. خلاص الكل شغال على قدم وساق، الكل عايز يرجع تاني للانتصارات، الكل مفيش وقت، عندنا كل ثلاث ايام مباراه، ضغط مباريات وضغط عصب كمان، انت عايز تكسب اي فرقه بتلعبها. عندنا مباراه مهمه جدا مع طلائع الجيش، فريق برضو احنا قلنا اتفقنا خلاص ان كل المباريات المقبله مباريات كؤوس، عايزين ثلاث نقاط منها باي طريقه. عشان كده احنا قلنا واتفقنا مع ضيوفي الحلقه اللي فاتت، قلنا الموضوع موضوع رجاله في الملعب اكتر من ان هو كلام مدير فني الفتره دي بس. كمان احمد فتحي ومحمد الشناوي وعلي معلول بينفذوا البرنامج التاهيلي بتاعهم، خلاص دلوقتي بيجروا حول الملعب في اطار برنامجهم للتعافي من الاصابه. الشناوي وعلي معلول اصابه بتمزق في العضله الضمه، كنا اتكلمنا برضو مع حضراتكم قبل كده وانا اتكلمت معاكم قبل كده ان الاصابه بتيجي تمزق، يعني فجاه انا عندي تمزق، والتمزق ده بيبقى صعب جدا، يعني ما فيش شد حتى، ما فيش علامات، هو فجاه تمزق. الشناوي فجأة تمزق، علي معلول فجأة تمزق، فطبعا كان لازم يبقى فيه علامات استفهام كبيرة جدا، اللعيبة دي تتصاب ازاي؟ وانا قلت لكم اهم من تشخيص الإصابة وعلاجها ان انا اشوف سببها ايه، سبب الإصابة مهم جدا. أحمد فتحي برضو تمزق في العضلة الأمامية. لعيبة مهمة ولعيبة أعمدة أساسية وأركان أساسية في الفريق، كان لازم الفريق يتأثر بغياب هؤلاء اللاعبون الفترة الماضية. دي لقطات من تدريبات اليوم، سيد ميدو جابر كل في حديث جانبي لميدو جابر، حمودي بيجري قدام جونيور اجاي اهو قدامكم بيجري. مش ده سليف كوليبالي يا جماعه في التمرين اهو، ولا ما نزلش التقسيم؟ امال احنا ليه بنقول ما هو في التمرين؟ في التمرين يعني اكتفى بالجري البدني بس. ماشي ممكن يكون مجهد، ممكن يكون عنده تشبع، الفتره اللي فاتت لعب كتير جدا، يعني خلينا نلتمس الاعذار دي. اعتقد المجموعه اللي هي كانت بعيد عن المباراه اللي حضراتكم شايفينهم دول، المجموعه اللي كانت بعيد عن المباراه، المجموعه اللي لعبت مباراه بيتكلم معاهم محمد يوسف، اكيد تدريبهم هيبقى مختلف. عارفين طبعا وانتم خلاص بقيتوا ما شاء الله اساتذه في التدريبات والكوره،
لما بنيجي نتكلم معاكم بعد المباريات وبنقترح ان انتوا تدخلوا تشاركونا في سلبيات واجابات المباراه بتتكلموا ولا المدربين؟ فعلا دي حقيقه والله. فعشان كده التمرين طبعا اللعيبه اللي بتلعب التمرين غير اللعيبه اللي بتادي التمرين غير اللعيبه بتلعب الماتشات، بيبقى الحمل زياده شويه على اللعيبه اللي غايبه عن المباراه. ده محمد الشناوي مع كابتن طارق عبد العزيز وادي عادل مصطفى، لعيب كان لعيب حكايه عادل مصطفى بس ما خدش حظه قوي في الكوره. طه رجالتنا بقى، رجاله الاهلي طه وعماد ورا اهو يعني كله شغال، شريف اكرامي وعلي لطفي احمد فتحي، احمد فتحي مطول دقنه شويه. ماشي يلا خبر يعني دهشت انا شخصيا، مش عارف انتوا هتستقبلوا الخبر ده ازاي، ومش عارف الاتحاد المصري لكره القدم هيستقبل الخبر ده ازاي وهيفعله ازاي ولا مش هيفعله، هياخد قرار في ايه. عايزين نشوف يا جماعه حد من اتحاد الكوره عشان نتناقش معاه في هذا الخبر. الاتحاد التونسي بيعتبر لاعبي شمال افريقيا لعيبه محليين، خبر مطروح للنقاش، ممكن تناقشونا فيه عادي، ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك ممكن تناقشونا في الخبر ده. هل هو مفيد للكره المصريه ان انت تخلي كل لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليه؟ هل هو مضر؟ هل هيأثر على قطاعات الناشئين؟ هل هيأثر على منتخب الشباب اللي هنتكلم عليه بعد شويه؟ اخبار كتيره جدا وتساؤلات كتيره جدا ممكن حضراتكم تشاركوها، فعلوها يا جماعه عندنا على صفحه الاهلي على الفيسبوك، ممكن تدخلوا تشاركونا برايكم ونتكلم مع ضيوفنا الكرام في ارائكم زي ما متعودين معاكم في كل برنامج. فعلوها يا سمير لو سمحتوا. اعلن برئاسه وديع الجريء بعد اجتماعه اليوم اعتبار اللاعبين المنتميين لاتحاد شمال افريقيا وهم الجزائر والمغرب ومصر وليبيا كلاعبين محليين ابتداء من تاريخ 19 ديسمبر الجاري، يعني يوم 19 ديسمبر كل اللعيبه المصريين والمغاربه والجزائريين والليبيين يعتبروا لعيبه عاديين بالنسبه للاتحاد التونسي. يعني اي لعيب مصري لما يروح لتونس يلعب في نادي هو لعيب محلي مش لعيب اجنبي. ده اللي اعلنه الاتحاد التونسي لكره القدم، ومن المنتظر ارسال تفاصيل هذا القرار الى الانديه التونسيه المحترفه خلال الاسبوع المقبل. وشدد الاتحاد التونسي على ان هذا الامر يخص انديه الرابطه المحترفه الاولى فقط اللي هو الدوري الممتاز يعني، كما انه لا ينطبق على حراس المرمى. هو فرق بين اللعيبه وحراس المرمى، مش فاهم برضو ليه، مع ان حارس المرمى برضو لعيب، لكن ممكن عشان هم قليلين فعايزين يحافظوا على حراس المرمى التوانسه، مش عارف برضو. عايزين نشوف الاتحاد المصري هيعمل ايه. المفروض الاتحاد المصري كان في ميثاق كده خدوه الاتحاد شمال افريقيا ان هم يفعلوا الموضوع ده، بس الاتحاد المصري طلب مهله عشان يشوف هل هيبقى فيه او ردود الافعال هتبقى ايه، وهل هذا القرار هو مجدي ومفيد للكره المصريه ولا مضر للكره المصريه. مشكله كبيره جدا بصراحه، مشكله كبيره جدا جدا. انت عندك لعيبه مصريين كويسين قوي وماشيه كويسه جدا جدا، وانا طول عمري اقول ان المشكله مع احترامي لكل الموجودين المشكله في المدرب مش في اللعيب. وكلمتكم قبل كده 50 مره ولا 60 مره كمان، قلت لكم ان اللعيبه في العالم كله ثلاث فئات، فئه بعيد عن التصنيف خالص زي كريستيانو وميسي، بعيد عن التصنيف خالص، فئه ثانيه لعيبه مميزه قوي زي صلاح بقى ولعيبه يعني انا هنسى اساميها دلوقتي، اللعيبه اللي هي اللعيبه اللي عندها شويه اعلى من اللعيبه العاديه، سرعات مهارات قوي، اللعيبه بتعرف تكسب فرقها من انصاف الفرص، دي بعيد عن كريستيانو وميسي اللي هو الفئه الثانيه. الفئه الثالثه بيتساوى فيها معظم اللعيبه بنسبه 99% او مثلا 95%، كل لعيبه شكل واحد، لكن بيجي دور المدرب اللي بيديله بقى فتنس، واللي بيديله ازاي يشتغل كوره وازاي يدافع وازاي يهاجم وازاي يخليه لعيب كوره يفكر في الكوره وبس، يعرف شغله بس، يعرف مكانه بس، يعرف امتى يدافع وامتى يهاجم، امتى يقفل، امتى يفتح، امتى يضغط، امتى ما يضغطش، امتى يستحوذ، امتى يبطئ اللعب، يسرع اللعب في اي جزء من الملعب، يبدا يعمل فيه شغل مدرب، كل شغل مدرب. عشان كده المدرب ليه عامل كبير جدا ودور كبير جدا ان هو يشوف اللعيب. زي ما قلت لكم شفتوا الاهلي في فتره ايا كان، مثلا مدرب كذا بتلاقيه شكل معين، مدرب تاني بتلاقيه شكل معين تاني خالص، مدرب تالت شكل تالت خالص. فهو اللعيب بيبقى مقيد بفكر المدير الفني، وماشية اللعيب هو اللي بيفصلها المدير الفني بتاعه، هو بيقول له عايز منك تضغط ما تضغطش،
تستحوذ ما تستحوذش واحده كروس من تحت لفوق، لا استحوذ لا انتشر، لا من الاجناب، لا من العمق. مدرب، فامكانيات اللعيب بتظهر مع فكر المدرب. فعشان كده المدرب ليه دور كبير جدا. شايف ان قرار، من وجهه نظري شايف ان قرار الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اتحاد الكره. محمد اهلا بيك. ازيك يا كابتن عبد الحميد؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. تمام يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب، ومساء الخير عليك وعلى جمهورك وعلى قناه الاهلي وعلى كل مشاهدينا الكرام يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. يعني كنت لسه بتناول خبر الاتحاد التونسي اللي بيعتبر لاعبي شمال افريقيا لعيبه محليين اللي هم الجزائر والمغرب ومصر وليبيا. حضرتك شايف الخبر ده ازاي من وجهه نظر حضرتك الاول، قبل ما اسالك على دور اتحاد كرة القدم في هذا القرار؟ في البدايه طبعا حضرتك، انا هنا في شرم الشيخ، عندنا فعاليات بطوله كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس العالم، وانا طبعا بتشرف بان انا بترأس وفد مصر هنا، وطبعا انا هنا معاهم ليا كام يوم. انا كنت اسالك على السؤال ده تاني سؤال، بس ماشي. ما انا احنا هرد على، انا بس بقول لحضرتك ان اتفضل. انا موجود في شرم الشيخ، اكيد مش هنعديها طبعا اكيد. والاتحاد المصري لكره القدم لم يتناول اي شيء عن الخبر ده، لا من بعيد ولا من قريب. تمام، ده من جهه. من جهه ثانيه، من وجهه نظري انا الشخصيه، ان ده كلام طبعا ما ينفعش يتعلن الا اذا درس عندنا في الجبلايه وخدنا بيه قرار، لانه طبعا قرار انا عن رايي انا ومن وجهه نظري ان هو طبعا الكلام ده كلام بعيد جدا وما حصلش، وما اعتقدش انه هيحصل ابدا يعني، لان احنا عندنا من اللعيبه الاجانب اللي كفوا الدوري بتاعنا. والكلمه في الاول وفي الاخر لمجلس الاداره، اذا عرض هذا الامر على مجلس الاداره، ولكن انا باكد لحضرتك ان مجلس الاداره لم يعرض عليه الامر لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعني يتناول مجلس الاداره باي شكل من الاشكال. فعشان كده انا بعتبر ان الكلام في هذا السياق يعني كلام سابق لاوانه. وانا من وجهه نظري الشخصيه انه ما فيش حاجه من القرار ده خالص يعني. طب يا استاذ محمد، هو الاتحاد شمال افريقيا بيكون واخد ميثاق مثلا مع الدول اللي هي تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا، بيكون واخد ميثاق معاهم، ولا بيفعلوا القرارات دي بناء على ايه؟ بناء على موافقات من اتحادات مبدئيه مثلا؟ لا لا لا، لازم يكون في موافقه مبدئيه من الاتحاد، وطبعا ده ما حصلش. من ناحيه ثانيه ممكن يكون في مثلا بروتوكول بين الحكام مع بعض، انه يتبادل الحكام لما هم يكونوا عايزين حكام، احنا عايزين حكام، ده شيء عادي ومشروع. ولكن موضوع قيد اللعيبه الشمال افريقيا صعب قوي. لا موضوع صعب قوي. انا ما عنديش فكره عنه خالص. واتحاد الكوره لم يصلوا اي اي اي, أي لم يصدر اي قرار من هذا القبيل، ولم يعرض عليه اي حاجه من هذا. لكن لو اتعرض كابتن محمد، اعتقد ان هو قرار يعني صعب جدا بالنسبه للكره المصريه. وانا لا انا من وجهه نظري ما اعتقدش ان هو يعني في حاجه زي كده خالص. الكلام بعيد جدا جدا يعني. انا لا اعتقده ابدا ابدا. تمام، وانا بتفق مع حضرتك تماما، انا بتفق مع حضرتك تماما. احنا بنتكلم في المصلحه العامه. ان انا هنا اتفضل شيخ، لان انا فعلا ليا ايام هنا، ولو كان في حاجه في الاتحاد يمكن كنت عرفت، ولكن يجوز ان يكون في مثلا جواب جه الاتحاد او حاجه وانا ما اعرفوش. ولكن الاكيد انه لم يصدر اي قرار، وما فيش اي اتفاقات ما بين الاتحاد المصري واتحاد اتحادات شمال افريقيا في هذا الموضوع يعني. تمام. طيب استاذنك بقى تكلمني عن كاس امم افريقيا للكره الشاطئيه اللي هيقام غدا باذن الله في مدينه شرم الشيخ. طبعا بكره ان شاء الله افتتاح بطوله كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس العالم في شرم الشيخ، وهتبدا هيبقى اول مباراه بين منتخب المصري ومنتخب المغرب. تمام، لان احنا معانا في المجموعه منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار وموريشيوس. وفي المجموعه الثانيه في السنغال ونيجيريا وليبيا وتنزانيا. تمام، وآملين ان شاء الله ان احنا نكون اول مجموعه ان شاء الله، ونلعب الدور النهائي عشان يكون في
انت عارف الاول والثاني بيتاهلوا لكاس العالم. لكاس العالم بالظبط. بالظبط. هيكون ان شاء الله امالين ان احنا نحقق انجاز جديد للكره المصريه وتاهل المنتخب الشاطئيه لاول مره في تاريخ مصر لكاس العالم، خصوصا ان احنا البطوله اللي فاتت اللي اقيمت في نيجيريا كان سنه 2016 برضو انا كنت بتشرف ببعثه الوفد المصري او المنتخب اللي كان في نيجيريا، وكنا قاب قوسين او ادنى من الوصول للمباراه النهائيه، ولكن خسرنا في الدور قبل النهائي من السنغال وحصلنا على المركز الثالث بعد الفوز على المغرب، وآملين ان شاء الله بقى السنه دي الوضع هيكون هنا مختلف لان البطوله في مصر على ارضنا وبين جمهورنا اكيد، وآملين ان شاء الله ان احنا نبلغ المباراه النهائيه وان شاء الله وناخد كاس افريقيا ونوصل لكاس العالم ان شاء الله. اكيد اكيد يا رب يا رب. الجو عندك كويس يعني؟ الدنيا كويسه الحمد لله. الجو بالنسبه للولاد هايلين، والولاد حاسين ومدركين تماما قيمه المسؤوليه الملقاه عليهم ومستعدين وجاهزين، وان شاء الله ان شاء الله يوم الجمعه الجايه نفرح مصر كلها بالحصول على كاس البطوله والتاهل لكاس العالم ان شاء الله يا رب. اما بالنسبه للطقس هنا فالطقس جميل جدا يعني غير القاهره خالص. انا عارف الشرم الشيخ طبعا يعني الجو حلو يعني دافئ يعني مش برد ولا حاجه، مش بس برد، والجو كويس وكل الاجواء هنا كويسه خالص. يا رب يتملكوا ان شاء الله على خير يا استاذ محمد. استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره، شكرا جدا لحضرتك، كل التوفيق لحضرتك في هذه المهمه الصعبه. ان شاء الله تحونا زي ما حضرتك بتقول اول وثاني هذه البطوله يتاهلوا كاس العالم ان شاء الله، نشوف منتخبنا كده هناك. خلينا برضو في الاخبار بعيد عن النادي الاهلي، منتخب الاولمبي في هولندا واسبانيا الاربعاء لمعاينه ملاعب وديات مارس. ماشي. عندنا طبعا منتخب الاولمبي فيه لعيبه كتير جدا من النادي الاهلي، احمد ياسر ريان، ناصر ماهر، احمد حمدي، اكرم توفيق، وندفيد، مصطفى شوبير، مش عايز انسى اسماء. ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل علاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبي هيتوجه لهولندا واسبانيا من اجل انهاء الاتفاقيات على الوديات التي ياخذها الفراعنه الصغار في شهر مارس المقبل في اطار الاعداد لامم افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. المنتخب الاولمبي تلقى دعوة موجهة للكابتن شوقي غريب المدير الفني وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب بالسفر إلى هولندا لإنهاء إجراءات المباراة مع الاتحاد الهولندي يوم 23 مارس، ثم التوجه بعد كده لأسبانيا. طب إحنا لو شفنا الملاعب بقى مش كويسة هنقول عايزين ملاعب تانية ولا إيه؟ أعتقد الملاعب هتبقى مناسبة جدا، وإن شاء الله المنتخب فيه عناصر واحدة، دي العناصر اللي احنا بنتكلم عليها. كنا بنتكلم في خبر دلوقتي فتح الباب امام اللاعبين ان هم يبقوا لاعبين محليين، اعتقد انها تضر بالكره المصريه تحديدا لان في عناصر واعده وعناصر شباب لازم ياخدوا فرصتهم. لو مش هياخدوها هنا ياخدوها امتى؟ هنجيب بقى لعيبه. وطيب معايا الكابتن الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. كابتن شوقي اهلا بيك. اهلا، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب، وحشنا جدا يا كابتن. الله يخليك كابتن، ربنا يخلي حضرتك يا رب، ما تحرمش منك. ربنا يخليك وموفق دايما، وما شاء الله يعني باين قوي شغل حضرتك على المنتخب الاولمبي. الحمد لله الحمد لله، يعني يمكن احنا بقالنا من ساعه ما بدانا شهر 3 قد سفريه السعوديه، ويمكن احنا قافلين على المنتخب بكل حاجه. ماتشات تونس دي كانت اول مره الناس تشوف الفريق او تشوف اللعيبه بالظبط، او تشوف الاداء او تشوف طريقه اللعب او تشوف الحاجات دي، فالحمد لله كان ربنا كرمنا يعني. كنت بتكلم على دور ايدينا نحقق فيهم حاجه كويسه. اكيد يا كابتن، كنت بتكلم على دور المدرب وقد ايه المدرب يا كابتن بيخلي اللعيب الناس تشوفه بشكل تاني عن مدرب تاني، حضرتك تتفق معايا في الموضوع ده ولا حضرتك عندك وجهه نظر تانيه؟ لا 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 طبعا بتفق معاك، وده اكيد يعني حضرتك خليتنا نشوف لعيبه، مش عايز اقول لعيبه الاهلي تحديدا، خليتنا نشوف لعيبه بشكل تاني. الناس قالوا الله، طب ما اللعيبه دي في الانديه مش باينه ليه كده بنفس الامكانيات اللي بتبان فيها في المنتخب الاولمبي؟ والله يعني بص يعني يعني لو ضربنا مثال خلينا يعني انا بعد دغري كريم نزل من ساعه النادي الاهلي او الناس شافوه في ماتش تونس بالاداء الراقي اللي هو عمله بالظبط بالظبط، الشغل اللي عمله والحاجات دي وكده، مثال هو من ساعتها لغايه دلوقتي بيلعب على طول ما بيقعدش. دي حقيقه، دي حقيقه، ده مثال يعني، دي حقيقه، احنا بنضرب مثال مثال يعني. ممكن يبقى عندنا امثله كثيره يعني، امثله كثيره، اللعيبه كثيره بتبقى بصراحه يعني. وده اللي بتمنى ان خلال المرحله اللي جايه دي
يكون في خطوه كويسه وايجابيه بالنسبه لعيبه المنتخب الاولمبي انها تشارك وتلعب يعني ده يكون حاجه كويسه يعني. اكيد يا كابتن اكيد بعد المستويات اللي حضرتك وريتها لنا في اللعيبه اكيد الناس شايفه اللعيبه بشكل ثاني زي ما حضرتك قلت كريم نيدفيد ظهر في المنتخب الاولمبي الناس كلها قالت طب ما كريم نيدفيد فين؟ ناصر ماهر اللعيبه يعني ناصر يمكن بنسبه 80% من الماتشات اللي احنا لعبناها هو بيلعب بصفه اساسيه. ايه رايك في ناصر ماهر تحديدا يا كابتن شوقي؟ يعني كابتن شوقي مش المدرب، كابتن شوقي لعيب الكوره اللي بيشوف اللعيبه. ناصر ماهر بتشوفه ازاي؟ او شايفه ازاي بعد كده؟ لا بص هو ناصر خليني اقول ايه، ناصر كان في سموحه بشكل وباداء والاداء الشكل والاداء اللي فيه لما جه النادي الاهلي انا شايف ان ناصر محتاج يعني او طبعا النادي الاهلي فيه اكبر متدربين وفي ناس كتير وكل حاجه لكن هو ناصر محتاج بدنيا يوم ما يجي زوبا بدنيا على المستوى بتاعه هيقدر يوصل للهدف ان يقدر يلعب 90 دقيقه تبقى شايفه طوال ال 90 دقيقه برتم واحد او بسيستم واحد يمكن يعني في اخر ماتش احنا لعبناه كنت بلعبه هو ومحمد محمود الاثنين جنب بعض بالظبط ويمكن كان ليا طريقه لعب او اسلوب لعب كنت هدف فيه الاثنين كانوا عاملين انسجام وشغل كويس جدا 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 جدا, جدا في المباراه دي ويمكن اظهروا جمال اداء لعب المنتخب الاولمبي في المباراه دي. تمام يا كابتن، حضرتك كنت قلت خبر برضو عايز اخد راي حضرتك فيه ان الاتحاد التونسي بيعتبر لعيبه شمال افريقيا لعيبه محليين، هل القرار ده لو اتعرض على اتحاد الكوره هيكون رد فعلهم ايه يا كابتن شوقي؟ وعايز اعرف برضو لعيبه مواطنين يعني؟ لعيبه مواطنين يعني الجزائر مغرب مصر ليبيا تونس فتحت لهم المجال من يوم 19 ديسمبر ان هم يبقوا لعيبه محليه عندهم. والله بص يعني خليني اقول يعني اقول على حاجه بصراحه يعني. انا مش معقول يكون عندي في القايمه بتاعتي 4 لعيبه اجانب تمام وعندي اللعيبه الفلسطينيين بيصنفوا ان هم لعيبه مصريين واللعيبه التونسيين يصنفوا ان هم لعيبه مصريين ابص لا في النهايه التاثير كله بيجي على المنتخب للعلم بالظبط بالظبط لان انت في النهايه في مراكز معينه ما بتلاقيش فيها لعيبه خالص بالظبط يعني زي مثلا في مراكز موجوده في الدوري المصري او في الفرق المصريه اللي اعتماد الكلي عليها انت بتشوف كل فرقه دلوقتي لما بتلعب بتلاقي الاربعه الاجانب رقم واحد في قلب الملعب يعني انت بقيت بتختار من 7 لعيبه بس صح يا كابتن يعني من 7 لعيبه بس طب لما يبقى عندك كمان 2 لعيبه توانسه او 2 لعيبه من المغرب او 2 لعيبه من الجزائر او لعيب من كل بلد وكده مش هتلاقي لعيبه كتيره المفروض القرار ده يبقى ليه توابع على ما يتطبق يعني ما يبقاش بنفس الوقت وبنفس السرعه كده. تمام يا كابتن يعني مش عايز اطول على حضرتك اتفضل. وخاصه برضه يا كابتن حبيبي اتفضل ان احنا لو كنا قارنا نفسنا بتونس هنلاقي ان تونس المنتخب تكوين المنتخب بتاعهم بيعتمد على اكبر عدد من اللعيبه المحترفين في الخارج. بالظبط بالظبط. فالنهارده هو عنده قوام منتخب. بالظبط. لكن احنا بالنسبه لنا بنعتمد على اللعيبه اللي في الدوري اللي عندنا كلام جميل جدا ومحترم جدا بالظبط القوام ثابت انا عندي مثلا اللعيبه المحترفين اللي في الخارج كلهم دلوقتي في حدود مثلا اللي بيلعبوا في المنتخب الاول في حدود 10 لعيب مثلا يعني عندي اكتر يعني اقل من 30% مثلا من قوام المنتخب بالظبط هم اللعيبه اللي بتلعب في الخارج بالظبط بالظبط طب انا هقدر اعوض التبعيد ازاي؟ لكن بالنسبه لتونس لا العكس عندهم 70% من الخارج وال 30% من بالظبط بالظبط عشان كده ما عندهمش مشكله صح صح كابتن شوقي اخر سؤال اساله حضرتك الوديتين هولندا واسبانيا ان شاء الله اللي جايين حضرتك شايف الوديتين دولت عايز منهم ايه تطلع منهم بايه؟ رايحين تعينوا الملاعب يعني برضو اهتمام غير مسبوق بص يا كابتن احنا نحب كل حاجه تبقى منظمه واساسيه يعني الكامب اللي هنعمله باذن الله هنعمله في اسبانيا يعني المكان كله في اسبانيا تمام وفي منطقه كويسه يعني تمام احنا كنا سنه 2006 لعبنا فيها مباراه مع منتخب اسبانيا هناك اللي هي منطقه اليكانت المنطقه كويسه والمعسكر كويس لكن احنا بنحب لازم يسافر حد لازم يعني يكون شايف كل حاجه جميل شايف الشكل شايف المكان شايف الفندق شايف ملاعب التدريب شايف ملاعب المباريات شايف كل حاجه هو تعاون ما بيننا القصه كلها تعاون ما بيننا من شركه رايا مع شركه رايا بتاع الاتحاد الهولندي تمام اوروبا الشركتين دول الاتحاد الهولندي هو اللي متحمل تنظيم اللقاءات كلها وتنظيم كل حاجه مع الشركه بتاعته احنا هنلعب مع هولندا مباراه
وجالي الاتفاق على مباراه ثانيه او مباراتين، والاتفاق ده هيكون خلال اسبوع بالكثير. هنعلن اسماء الفرقه الثانيه اللي هنلعبها او الفرقتين الثانيين. تمام. الاقامه كلها موجوده. يمكن الحمد لله يعني منتخب الاولمبي بعد مباراه روسيا والمباراه اللي فاتت وبدا يعمل شكل ايجابي، يمكن كل اللي هيتحمله الاتحاد المصري في الزحله دي كلها تقريبا تذاكر الطيران فقط. تمام، جميل جدا. التحمل على الشركه الراعيه، وده حاجه كويسه انك تلعب. اكيد يا كابتن، اكيد. وتلعب منتخبات كبيره أكيد. وهي اللي تستضيفك وهي اللي تبقى ما كل حاجه، فده شيء جديد وشيء أكيد. طيب وشيء أكيد. كويس اللي بنتمنى فيه ان احنا نقدر، وكله في الاجنده الدوليه بتاع توقف المباريات. يعني احنا ما نقدرش النهارده مع اعتماد الانديه على لعيبه كتير من عندنا ان احنا ناخد اللعيبه دي نلعبها معانا، يبقى صعب. صعب ان احنا ناخدها خالص. اكيد يا كابتن، اكيد. يعني كل التوفيق لحضرتك. اكيد باب المنتخب مفتوح برضو لو في عناصر. طبعا، اكيد. طبعا طبعا، باب المنتخب مفتوح لحد ما نلاقي الاسامي 23 لعيب. كل التوفيق ليك يا كابتن شوقي في مهمتك مع المنتخب، يعني حاجه جميله جدا ومستوى رائع بتقدمه مع المنتخب. كل التوفيق لحضرتك مع المنتخب الاولمبي فيما هو قادم باذن الله. كابتن شوقي غريب المنتخب الاولمبي، شكرا جدا لحضرتك. يلا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام علشان نقول بقيه الاخبار معاهم ونشوف مباراه الاتحاد وسموحه شافوها ازاي. فاصل عشان نستقبل نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكباتن الكبار كابتن عادل فعيمه وكابتن ماهر امام والكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم. استنونا بعد هذا. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي الكبار كابتن كبير كابتن عادل طعيمه. منور الدنيا يا كابتن. اهلا كابتن، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله تمام. ايضا نجم مصر والنادي الاهلي كابتن كبير كابتن ماهر امام، منور الدنيا. ايدو عامل ايه يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي، امورك ايه؟ حبيبي بقى كابتن شريف. حبيبي وحشتني والله. بقيت صغير ازاي في النهارده الصغير؟ برحب بيك منور الدنيا بالتوفيق يا كابتن، وبرحب طبعا بكابتن عادل بقالي كتير ما كنتش معاه، وكابتن ماهر كابتن شريف منورين الدنيا. عايزين نبدا من ماتشات كاس مصر ولا الخبر اللي هو الاتحاد التونسي بيعتبر لعيبه شمال افريقيا محليين؟ يعني ماشي. الخبر ده لان الماتش اصلا ما كانش كويس قوي يعني. ماشي، ايه رايك في الخبر ده يا كابتن عادل؟ شوف انا طبعا في عضو مجلس اداره محترم الاستاذ محمد ابو الوفا. حسيت ان هو خايف قوي ومرعوب قوي وبتاع. انا دايما لما باجي اعمل عمل بشوف الناس اللي سبقوني وبحاول ان انا اقلدهم في العلم في الاقتصاد في كل حاجه. مش عيب. الاتحاد الاوروبي عامل ايه الاتحاد الاوروبي؟ هل اللعيب اللي بيلعب في انجلترا بيبقى في اسبانيا اجنبي؟ الناس دول دخلوا مع بعض حربين موتوا في حرب واحده منها 50 مليون. ومع ذلك دلوقتي عمله واحده، اقتصاد واحد، كل حاجه واحده. الغرض من الاتحاد التونسي بياخد القرار ده، كنت اتمنى على الاتحاد العربي ان يدرس دراسه وافيه ان العالم العربي ده كله يبقى اي واحد عربي بيلعب في اي دوري ما يبقاش اجنبي. انت بقى هناك احنا عندنا دين او دينين مع بعض، لغه واحده. تعرف في المانيا تكلم الماني، في فرنسا، في انجلترا حتى اللغه مش واحده. انت عندك المقومات انك تبقى دوله عظمى من خلال الرياضه. تخيل انت بقى لاعب سعودي او لاعب مصري بيلعب في دوري سعودي وما هوش اجنبي، ازاي دي وصمه؟ اقول ايه؟ وصمه مش كويسه في حقنا ان اللاعب العربي يبقى في بيلعب في دوري عربي ويبقى اجنبي. دي نقطه، دي نقطه. في النقطه دي قبل ما نتكلم في النقطه الثانيه، هل احنا مؤهلين ثقافيا للكلام ده؟ ثقافيا احنا كلاعيبه. شوف يا كابتن ميدو، اذا ما كناش نبتدي يبقى نفضل متاخرين 100 سنه. تمام، لازم تبتدي. اول خطوه ايه؟ الهدف منها ايه؟ وحده من خلال الرياضه، تقارب شعوب من خلال الرياضه. هتبص تلاقي احنا كمصريين، هتبص تلاقي عائلات كثيره جدا في السعوديه اصلا كانوا في السعوديه وعايشين في مصر، وعائلات مصريه عايشين في ليبيا، وعائلات من الجزائريه واخدين من مصر، ومصر واخده من ليبيا. الامه دي لازم تبقى واحده. تبقى واحده ازاي؟ اولا الصراعات والحساسيات والحاجات دي هتبقى مش موجوده. الحاجه الثانيه
انا بشتري النهارده لاعب من المغرب بمليون و600 الف دولار في الوقت ده، انا هشتريه بالمبلغ ده؟ انت مش هتشتريه يعني الفلوس هتقل، الفلوس هتقل وبعدين المعروض وبعدين التقدم في النواحي الفنيه. الحاجه الثانيه التخوف اللي كان كابتن اسامه اظن كان اتكلم فيه عن قطاع الناشئين، هو اوروبا ما فيهاش قطاع ناشئين، هو اوروبا ما فيهاش الكلام ده، احنا ناخد التجربه منهم وندرسها من غير استعجال، هناخد وقتنا بس يبقى عندنا القرار. القرار ايه هو؟ ان احنا هنبتدي يبقى اللاعب العربي ما يصحش انه يبقى زي البطوله العربيه. احنا شفنا مردودها جميل جدا. هل في كان في سلبيات؟ تقريبا سلبيات ما فيش. البطوله العربيه والجوائز بتاعتها والاحتكاك الجميل اللي بينه، بنشوف الامارات بتتلعب الاهلي والاهلي بيروح يلعب في السعوديه، حاجه جميله جدا. الخطوه دي اعتقد لو اتدرست ونجيب الاتحاد الاوروبي عمل ايه بالنسبه لقطاع الناشئين، بيتطوروا ولا بيتطوروش؟ احنا بنشوف المانيا بتيجي تلعبك في مسابقه ال 19 سنه بيجيبوا ولاد 17 سنه علشان الاحتكاك والقوه، علشان يبقى فيه، وبعدين الولاد صغيرين شركه كبيره بتروح واخدهم تدريب تدريب تدريب، وتبص تلاقي بعد 7 8 سنين الولاد اللي كانوا انت واخدهم في سن 12 13 سنه بيلعبوا منتخب المانيا. مش المانيا بتعمل كده؟ بالظبط. بلجيكا بتعمل كده؟ بلجيكا النهارده من ما كانت مفيش حاجه خالص، نيجيريا بتعمل كده، ونيجيريا كوت ديفوار بيعمل، وغانا بتعمل، كاميرون بيعمل كده. فاحنا انا ما اخافش ابدا، لانه لما يكون لاعب سعودي بيلعب في نادي الاهلي وهو مش اجنبي، دي تبقى اضافه ليا، اضافه ليا وحاجه جميله ليا. وبعدين التكاتف الاجتماعي بقى، العائلات بيخشوا بقى، حاجه تبقى انا مش شايف لها سلبيه واحده من وجهه نظري، جايز اكون مخطئ. تمام، بس لازم دراسه، دراسه ونشوف الاتحاد الاوروبي عمل ايه والاتحاد العربي يقوم بالتجربه ديت، ويبقى القرار بدل تونس ما تاخد قرار فردي ويبقى شمال افريقيا، لا العالم العربي كله يبقى فيه القرار ده. واعتقد انه المردود الفني والاجتماعي والثقافي والمادي مردود ربنا وحده اللي يعلمهم فيه فايده. تمام. في كل الاحوال. تمام كابتن ماهر، لو حضرتك عايز. بص يا بيدو، احنا كابتن عادل يمكن في قرار التحكيم يمكن كان في توأمه بيننا وبين شمال افريقيا في التحكيم، واحنا ما زالت موجوده بس عامله مشاكل في بعض المباريات المهمه اللي احنا يمكن بيراميدز كان طلب تحكيم خارج مصر، يمكن جالنا يمكن طقمين توانسه بس مباراتين عملت مشاكل عملت مشاكل عشان خمسه عشان لا عملت مشاكل عشان مش خمسه عشان ثلاثه بس شوي. ما هو يعني احنا المشكله يعني ميدو قصدك لازم بخمسه عشان نوضح على كده، لكن انا عايز اقول لك ان التجربه ايه، واخد بالك، وكانت يا كابتن عادل مدروسه بين اتحاد الكوره وبين الاتحاد التونسي، واخد بالك، وحطوا فيها النقاط اللي هي تقدر تفيد البلدين من ناحيه التحكيم، مباراه الحساسه اللي احنا شفناها بهذا الشكل، وفعلا حصل تبادل بهذا الشكل. فاحنا دلوقتي بنتكلم على اللعيبه التوانسه اللي احنا ممكن هم قرر الاتحاد التونسي ان هو ممكن يكون حوالي خمس لعيبه توانسه ممكن يطلعوا في الدول العربيه او الدورات العربيه ويتحسبوا مش لعيبه مش لعيبه اجانب، مش محددين العدد يعني، كان الخبر كان بيقول انه من حوالي خمس لعيبه او من ثلاثة لخمس لعيبه، العدد لكن عايز اقول لك هم الحقوا المغرب والجزائر كمان بنفس الجزائر المغرب مصر ليبيا تونس لكن عايز اقول لك ان احنا نجحنا مع لعيبه التوانسه مع تجربه نادي الزمالك واضحه قوي، ان لعيبه التوانسه اللي موجودين في الدوري المصري اذا كان النقاز او السيسي واضح قوي ان هم لعيبه دوليين على مستوى عالي جدا منتخب تونس، وعاملين الطفره وعلي معلول في النادي الاهلي، ويمكن في بردك ولد موجود في الاسماعيلي اللي هو الهاف ليفت لعيب كويس بردك كابتن عادل، فواضح بردك ان اللعيبه التوانسه لعيبه عندهم ثقافه وعندهم وعي ولعيبه مميزه. ايه المانع ده زي ما كابتن عادل قال انها يتحط لها دراسه بس يا ميدو، مش العمليه عشوائيه قرار كده وبناخده او هم قرار خدوه احنا بنوافق عليهم في قرار ده، لا احنا لينا تاريخ ولينا وضع. اي نعم بنخرج يمكن البطوله العربيه زي ما كابتن عادل قال وقلنا ان البطوله العربيه فعلا كانت بطوله لمت كل الشمل العربي، واحنا شايفين النجاحات اللي هي ماشيه فيها البطوله العربيه، وهتبقى من اقوى البطولات اللي موجوده، يمكن كمان هتبقى اقوى من البطوله الافريقيه من ناحيه الاحتكاك ومن ناحيه الثقافه ومن ناحيه الماده كمان. اختلف يا كابتن بقى. لا اقول لك ليه، بقول لك ليه، لانك انت في البطوله العربيه بتلعب فرق كلها ليها باع وليها تاريخ وليها اسم وعندها لعيبه محترفين، لكن انت النهارده في افريقيا ما حدش موجود على الساحه عنده لعيبه دوليين،
هات لي اي فرقه بيقابلها النادي الاهلي فيها لعب دولي واحد. لكن انت بتروح عربيه عندك كل فرقه من الفرقه دي ليها باع كبير جدا وليها اسم كبير جدا في بلدها وفي العالم العربي في الدوري العربي بالذات، وعندها لعيبه من الاجانب 3 4 لعيبه، وعندها لعيبه منتخبات يمكن 3 4 لعيبه. فانت النهارده بتقابل بطوله عربيه انا شايف اقوى من البطوله الافريقيه بشكل كبير جدا. بس انت بتقابل استاذنك انت بتقابل مش عارف الكابتن شريف يتفق معاه ولا لا، بتقابل افكار اكثر للاسف يعني اكثر منك تطورا اللي هي الدول الافريقيه. حضرتك بتقول ما فيهاش لعيبه دوليين بس فيها فكر احترافي، فاهم يا كابتن شريف؟ فيها لغه كمان، فيها رؤيه ان هو اي حد بيظهر عنده بيطلعه بره فبيطوروا نفسهم على طول. فانت ممكن ما يقابلكش صحيح لعيبه دوليه لكن يقابلك فكر وقريبين من الغرب. انا بتكلم على الجانب الفني يا ميدو، جانب فني قوي، البطوله العربيه قويه اللي هي هتفيدني هستفاد من خلالها. لكن انا بتكلم على حتى البطوله الافريقيه زي ما احنا بنتكلم هنخرج منها شمال افريقيا هم الوحيدين اللي موجودين، ليبيا والجزائر وتونس والمغرب هم اللي عندهم لعيبه دوليه. يعني عشان كده تحس ان شمال افريقيا بدات ترجع تاني تاخد الرياده وبدات تقوى تاني بالنسبه لفرقها، لان عندها ثقافه وعندها احتكاك وعندها لعيبه دوليين بيلعبوا في المنتخب فرقهم فبيفيدوا بشكل كبير. فانا عايز اقول القرار ده محتاج دراسه بشكل جيد جدا. ولو الدراسه أنا مع طبعا هناك بدايات لكل شيء الحقيقة، ولما يكون البداية من أخواتنا في تونس أو في الجزائر أو في أي مكان أو في مصر أو في حاجة، مش عايز أخفض الدور المصري اللي مفكرش في الحكاية دي لأنه مضغوط بحاجات كتير قوي، ما الأبعاد ما تجيبوش يعني أنه هو يقترح. هو الاقتراح ده معناه الأم الكبيرة اللي بتحتضن، أتمنى أنها تبتدي هنا وتنتهي بفك الحدود كمان. يعني أي واحد يقدر يخش أي بلد عربي تبقى جميلة جدا. كابتن عادل بيتكلم فيها أنا بس اللي عايز أقوله نقطة واحدة عامة وشاملة، عامة وآخر حاجة مش عايزين نطول في النقطة دي، إن قوة القرار دلوقتي موجود في السعودية والإمارات، وأنتوا قلتوا إنه أكتر اللاعبين المحترفين موجودين في شمال أفريقيا وهم الأقرب للتمثيل الدولي او تمثيل الاحتكاك وعندهم من الحفظ. انما انا عايز اقول لك على حاجه، القرار ده ان شاء الله يخش بقى ناحيه اسيا كمان، معرب زينا برضو يعني. القرار ده لو شمل اسيا كمان، يعني لما نيجي نفكر بقى كاتحاد ونفكر كبلد ونفكر في القرار من شمال افريقيا، لازم يمار، لازم كلنا يبقى في السعوديه والامارات واللعيبه اللي هي بتلعب في اسيا كمان. معاك الكابتن عادل، كل الثقافات مختلفه. لا في قوه تنظيم وناس قاعده بتشتغل الحقيقه في الاتحاد السعودي، وقرار انا ما من غير ما امثل باي اسماء، ان عندهم قوه القرار مع الاتحادات وليهم نظام احترافي شويه. الامارات كمان عندهم قوه انك انت تقدر تقعد معاهم على ترابيزه وتتفاهم، وعندهم الارتياحيه والفلكسبيليتي انك انت تقدر توصل معاهم في قرار يدعم الشكل اللي بيطلبه الاتحاد التونسي او اي اتحاد عربي، يرحب طبعا بهذه الفكره. وان شاء الله في الحكام برضو التمنيات بتاعتك ان ما التكلفه نستحملها شويه، بس يجي النصاب القانوني للشكل الحكم 2 ورا الجول وثلاثه موجودين المكتمل. ومراقب من عندك انت هنا اي حكم موجود، فالنصاب ده النصاب القانوني الثلاثه ده احنا مودال اللي احنا مش اتكلمنا فيها قبل كده لما حضرتك احنا مش موافقين عليه. انا بقى بتفكروا بالشكل هذا الاحترافي ده كله لدعم الرياضه، وزي ما كابتن عادل قال ده اكبر سفير لينا في اي حته في الدنيا. الرياضه بتقربنا كلنا كشعوب، حتى لو عايزين يهدونا من بره بالربيع العربي اللي بيسموه ده، احنا مش هنسمح بالكلام ده. فدي بدايات لكل شيء ان شاء الله، وباذن الله يبقوا موفقين. يعني زي بقول الكابتن شريف، بقى استاذنك في السؤال، زي بقول الكابتن شريف، الاتحاد الاوروبي النهارده لما بتاخد فيزا فرنسا تعدي على اوروبا كلها، فانت علشان تروح السعوديه لازم تجيب واسطه علشان تاخد فيزا، نكون ليك سبب يعني بالكلام ده سبب وانت داخل. يعني تخيل انت بقى في العالم العربي لما تكون انت معاك الباسبور المصري بتروح في اي بلد عربي، وده الطبيعي. ده الطبيعي. هو الحاجه الثانيه يعني الثقافه. لا النقطه بتاعت كابتن ماهر انا عايز اقول لك كابتن عادل، انت نفسك لازم نبدا حد الباسبور الاماراتي دلوقتي بيخش جميع الدول الاوروبيه والعالميه، اقوى الامارات اقوى باسبور موجود. دي نقطه بتاعت الكابتن شريف انا بحييه عليها، والكابتن ماهر برضه بحييه عليها، حته ان البطوله العربيه ممكن تبقى اقوى من البطوله الافريقيه. ليه بقى؟ انت في كل بلد في 3 4 انديه قويه جدا. يعني هتلاقي في السعوديه هي بالفعل مصر أقوى والهلال كابتن. والشباب كابتن هي بالفعل اقوى. المغرب عارف ليه اقوى؟ مش عارف الوداد بيلعب على ملاعب يا كابتن تسمح لك تلعب كره قدم،
لما بتروح افريقيا شفت ما تعرفش اللعيبه ما بترجع بنقول لهم الحمد لله على السلامه. اللعيبه كمان ما ينفعش انت عارف يا كابتن ميدو في كمان نقطه ثانيه ان انت بتقابل ثقافات في فكر مدربين كل البلاد دي هتلاقي المدربين اللي ماسكينها مدربين على اعلى مستوى وبياخدوا مرتبات خياليه صحيح فانت بتقابل فكر مدرب عالي جدا وبعدين عنده محترفين من البرازيل ومن هولندا ومن كل انحاء العالم ومن من كل حته نهضه صناعيه رياضيه فين؟ عندك في العالم العربي كله عندك بنيه تحتيه في البلاد العربيه مش موجوده في افريقيا انت بتروح افريقيا ما انتش لاقي اوتيل ما انتش لاقي ملعب الملعب حفر وبعدين الحاجه الثانيه اللي انا اعتقد ان هم بيبحثوا فيها دلوقتي انه البطوله العربيه بياخدوا موافقه الفيفا على اساس ان البطوله العربيه ديت هتبقى عامله زي الاتحاد الاوروبي زي البطوله الاوروبيه تلعب كل بتتلعب كل سنتين والنظام الدوري الاوروبي اللي احنا كلنا بنتابعه حاجه تبقى حاجه فعلا محتاجه من المهندس ابو ريده ومجلس الاداره انه باتصالاته مع المسؤولين في الاتحاد العربي يبقى في الخطوه ديت وبس اول خطوه نبداها هتبقى ان شاء الله كلها خير باذن الله. انا بتكلم في ايه يا كابتن عادل يعني السؤال لحضراتكم يعني انا بتكلم ان حضراتكم بتتكلموا في البطوله العربيه وقوتها دلوقتي انا بتكلم في افريقيا وفكرها الفكر بتاع افريقيا ان هو يصدر لعيبه لبره عشان كده انت لو جبت لعيبه المحترفين حطيتهم في انديه افريقيا هياكلونا انت هيكلونا. جنب محمد صلاح في لندن في كام لعيب مغربي وكام لعيب جزائري وكام لعيب دول بالاولى ان هم كانوا يلعبوا معاك يعني بالظبط لما يبقوا يحبوهم بقى الرياضي الاجانب انت هترفع شأنك جامد جدا يعني تكمله ليك يعني انت الكلام اللي انت بتقوله تمام منير ومحمد صلاح والناس دي ممكن يعدوا عليك الاول خد بالك وبعد كده يروحوا برضه يعني هنا بقى دولي يعني انت اللي بتفرج بقت الانظار كلها عندك انت اكيد دي بلس يعني اكيد دي طالعه لفوق يعني ما فيهاش في انديه في افريقيا اللي احنا بنلعبها في البطوله الافريقيه هتبص تلاقي دايما مصر وتونس بفضل الله الاهلي والترجي دايما بيوصلوا للفاينل بقيه الانديه في انديه مستواها ضعيف في انديه صح بتزيد وبتتطور لكن برضه مش زي شمال افريقيا الهلال مثلا في السعوديه مش زي الترجي النصر نادي النصر نادي الشباب في الانديه اللي موجوده في الإمارات. في الامارات الوصل الوحده الوحده جزيرة. العين جزيرة الجزيره عين. يعني حاجات بالظبط كده عموما الرجاء البيضاوي واخد الكونفدراليه لسه يا سلام بقى لو حسين الشحات عامل تجربه جامده جدا هناك يعني يا سلام بدل ما بيجيبوا بقى دلوقتي جزافي والناس دي اللي بتبطلوا يجيبوا مش عارفين هيجيبوا ناس مصريين بقى حتى في التدريب تبقى في رحله تدريب اصل هبص الاقي حلاقي جدا حلاقي حسن شحاته بيلعبني من دي محتاجه كابتن عادل حلاقي حسام حسن بيلعبني من تونس وحلاقي طارق يحيى بيلعبني من مصر بيلعبني من المغرب هتلاقي في انظار على حاجات كتير قوي في نهضه زي ما انا بقول لك ان شاء الله بس من غير ما نحط بقى الرتوش بتاعتنا يعني خلي الدنيا ماشيه زي ما هي كده في المفهوم يعني في المفهوم اللي هم طالبين منه اداء هذه المهمه يعني ماشي هو موضوع بصراحه موضوع مهم وموضوع يعني شائك جدا كمان انت بتتكلم ممكن تتكلم في زي ما الكابتن عادل بيتكلم في مفهوم عام لوحده عربيه بتبداها بالرياضه زي ما حضراتكم اتكلمتوا برضو موضوع كبير في حته بس انت دلوقتي انت بتقول وخلينا احنا ناخد قرارنا بدل ما تجينا من فوق يعني هو لازم الحكومه هي اللي تقول لي ماشي القرار ده ما تخلونا احنا اللي احنا اللي بنعمل القرار بتاعنا خلي الناس تسقف لنا مره خلينا كلنا برافو وهي خلينا احنا اللي بنعمل القرار هي لو واحد دلوقتي خلاص الاتحادات اللي بتاخد القرارات الحكومه خلاص شالت ايديها يعني فتح احنا يعني العيون خد بالك دلوقتي بالنسبه انت فاهم قصدي ايه ولا يعني فتح العيون لاتحاد الكوره يعني نتكلم مش نقول له اصل فلان قال كذا خدوا بالكم اتحاد الكوره اصله قال على الحكام هو ده الكلام اهو ده اللي احنا بنتكلم على الحكام وعلى العلاقه الوطيده اللي بيننا وبين الخمس لعيبه اللي هيجوا وال10 لعيبه واحنا نودي هم هو ده الكلام هو مش الكلام الهدام والتراشق والكلام الفاضي الهدف بقى. الهدف كابتن عادل من الحوار كابتن ماهر الهدف ان انت تعمل حاجه يبقى ليها حاجات ايجابيه طبعا. يعني انا بكلمك في افريقيا لان افريقيا بيجنوا الثمار لاعبتهم المحترفين نشوف كم لعيب محترف افريقي في الدوريات الاوروبيه كم هائل فهو مش مركز قوي في بطوله افريقيه مش مركز قوي في بطوله دوري عام فاهمني كابتن وصلت لايه ولا شوف يا كابتن ميدو في احدى الحلقات تعال شوف المنتخبات بقى انا اسف اكمل لك بس السؤال تعال شوف المنتخبات بقى الافريقيه لما تيجي تلعبك خويا جدا مستوى عامل ازاي
في كاس جدا. وخلي بالك في كاس امم كمان بتاخد كاس عالم. لا لا في كاس امم بيبقى عايز يخلص منه عشان يرجع. انا مش مصدق ان احنا كسبنا غانا دي. انا بتكلم ما انا بقول لحضرتك اهو انا بتكلم في كاس عالم بطوله عالميه. لكن بطوله بنتكلم بقى بصراحه بطوله اللي هي بطوله افريقيا بيبقى عايز يخلص عشان يروح نادي. ده اللي بتكلم فيه يا كابتن عادل. هو بيفكر في مستوى بعيد قوي 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 وانا بفكر في مستوى متقوقع قوي قوي قوي. يا دوبك اخش العب في افريقيا بالظبط اصفي في افريقيا عشان في احد البرامج من حوالي 15 سنه كان كابتن مصطفى عبد ربنا يديله الصحه والعافيه وببلغ تحياتي ليه يا رب. فكان كابتن حسن شحاته معاه منتخب 83 كان معاه بقى حسني عبد الرب ومتعب وعمر وشريف كرامي كل المجموعه الجميله دي. عرفت بقى حب حسن عرفت حب حسن شحاته المتعب جه منين؟ من 83 وراجعين وراجعين واخدين بطوله افريقيا. فبيقول لي ايه رايك الولاد دول يتعمل معاهم ايه؟ قلت له لو انا اتحاد الكوره وانا مسؤول الولاد دول يطلعوا اوروبا دلوقتي لازم لازم لو طلعوا اوروبا دلوقتي حتى لو انا لو طلعوا حتى بارقام هزيله وزاره الشباب ساعتها كانت يعني ايديها كانت يعني مبحبحه شويه سخيه شويه فكان ممكن جدا انا اللعيب اللي انا متعب رايح من الاهلي خد فلان رايح من المنصوره خد بحيث ان انا يبقى عندي بعد سنه اثنين عندي 20 بطل بيلعبوا في احسن دوريات في العالم. يبقى كم محمد صلاح كتير قوي حسني عبد الرب ده بيلعب ومتعب وعمر احمد فتحي واحمد فتحي والمجموعه دي. تخيل بقى المجموعه دي كلها كان يبقى منتخب مصر فين بالزبط. ماديا وادبيا احد الزملاء كان معايا في البناء قال لا 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 ازاي ده كده ما هيب يا احنا زي ما حضرتك بنتكلم دلوقتي لازم نبدا الاجابه بقول كابتن شريف وكابتن مهدي لازم نبدا ولا يا ريت حد من اتحاد الكوره يخش في مداخله معانا او في 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 مره ثانيه اخرى يبقى في اعداد ليها اكيد حد يخش معانا وحد من الاتحاد العربي لازم حد يبدا اكيد باذن الله تعالى اكيد اكيد. طيب نتكلم بقى في ماتشات كاس مصر اللي لعبت بالفعل ومباراه النهارده اللي كانت بين الاتحاد وسموحه لعب بالفعل الاسماعيلي والمقاولين العرب انتهى بفوز الاسماعيلي 1-0 والزمالك والانتاج الحربي انتهى بفوز الزمالك 2-0 مصر المقصه ودجله 2-1 لمصر المقصه وطلائع الجيش وحرس الحدود انتهى 5-3 ضربات الجزاء وامبي والمنصوره انتهى 4-2 وسموحه والاتحاد السكندري مباراه النهارده هنتكلم مع حضراتكم عليها انتهت بفوز الاتحاد السكندري 4-2 ضربات الجزاء الترجيحيه. عايز اقول لكم مباراه دور الثمانيه ان شاء الله هتكون بين الفائز بين الاهلي وبيراميدز مع حرس الحدود والفائز بين من الجزيره مطروح وبتروجيت. الجزيره مطروح عملت طبعا انجاز كبير جدا خرجت المصري وبتروجيت هيلاعبوا انبي. الزمالك هيلاعب مصر المقصه والاسماعيلي هيلاعب الاتحاد السكندري. دي مباراه دور الثمانيه. كابتن عادل ابدا بحضرتك يعني مباراه الاتحاد وسموحه شفتها ازاي في العموم؟ والله يا كابتن قاعد اتفرج في جو في اسكندريه رائع مطر خفيف كده مع جو ساقعه جميل فانا توقعت وجبه كرويه دسمه لكن الحقيقه خيبوا ظني خيبوا ظني. الحقيقه في حماس في اندفاع في خشونه لكن مفيش كوره خالص مفيش تمريرتين مع بعض يعني حتى كان في جمله في الاتحاد كانوا هيجيبوها جول كانت جمله حلوه قوي الشوط الثاني ولا الشوط الاولاني؟ الشوط الاولاني الشوط الاول يعني التراوري يعني يعني, يعني دي كانت يمكن فلته يعني بناهين يعني كل انما كل استاد التحليلي مش عارف الاثنين هم الاثنين واحده واحده استادات التحليليه كلها يعني حتى في الراديو يعني الكل مجمع ان الشوط الاولاني بعيد تماما عن عن الاثاره وما فيش حاجه رايحه خالص يعني الشوط الثاني نفس القصه ويعني وصلوا للوقت الاضافي ثم ضربات الجزاء وطبعا يبدو انه الكابتن حلمي ممرن لعبته على ضربات الجزاء تاني مباراه تاني مباراه على التوالي بعد الزمالك بيخرج سموحه من خلال ضربات الجزاء لكن المباراه الحقيقه كنا منتظرين من نجمين كبار في التدريب ومن فرقتين بيملكوا عناصر جيده جدا كان الاداء يكون فيه امتع من كده منتظرين ان يبقى الاداء فيه اثاره فيه اهداف بتضيع في في عنف زياده حتى لدرجه الصفاره في ماتش قوي. كل 3 ايام لو ما هيتقابلوا بعد 3 ايام كمان في الدوري كابتن عادل في ماتش كل 3 ايام اللعيب المصري ما يقدرش يديك الكريشندو لغايه فوق كده وانت عارف كده يعني غير الاصابات يعني الراجل اسمه احمد مجدي ده هو بيلعبنا عيني جات له اصابه
من المطر ومن حاجه يعني تقلمتني صليبي ولا ربيته بقى جات له ايه شكل الاصابه كل 3 ايام ماتش يعني هو ده الشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه تمام تمام كابتن ماهر ميدو يعني الديربي السكندري النهارده كنا متخيل الاتحاد وسموحه ان اللقاء هيبقى يعني هنتمتع بيه كوره فنيا وبدنيا وتكتيكيا خصوصا الاتحاد الكابتن حلمي طولان كسبان نادي الزمالك ومخرجه من البطوله العربيه وعاملين ماتش على اعلى مستوى وقبليها يمكن كسبان النادي الاهلي في الدوري العام وكسبان نادي الاسماعيلي يعني كسب 3 فرق كبار اللي هم بينافسوا على بطوله الدوري العام يمكن سموحه كابتن طارق يحيى بيتولى المهمه يمكن للمره الثانيه بعد مباراه اخفاقه مع مباراه بتروجيت فالنهارده طبعا كان يهمه ان هو حتى واجتمع مع اللاعبين قبل المباراه وحفزهم بشكل كبير جدا على اساس ان المباراه قويه بينه وبين الاتحاد وان الاتحاد عمل مباراه مع نادي الزمالك من افضل المباريات اللي عملت مباراه كبيره فنيا فكان في تحفيز بشكل كبير جدا طارق يحيى للاعبته لكن العصبيه وعدم التركيز وخروج شوط كامل يعني كلنا قاعدين مستنيين فعلا مباراه طليق بالديربي بين فرقتين ليهم تاريخ وباع كبير جدا نادي الاتحاد يا كابتن كسب 6 مرات بطوله الكاس وكان وصيف 8 مرات يعني الاتحاد عنده تمام خبره بشكل تمام كبير جدا في حصوله على هذه البطوله يمكن خبره الكابتن حلمي طولان من خلال تحفيزه للاعبين من خلال يعني استراتيجيته وادائه طوال المباراه اي نعم ان هو عنده كان فرصتين يمكن ديسيسي وبناهيني كانت ممكن تخلص المباراه لكن وصل بالمباراه الى ضربات الترجيح وده اللي يمكن كان الاثنين الاجهزه الفنيه يمكن حلمي ويمكن وطارق كانوا عايزين يوصلوا لضربات الترجيح لكن ضربات الترجيح كانت يمكن خبره نادي الاتحاد كابتن عادل يمكن هاري سليمان بالذات من الحراس اللي عندهم تركيز بشكل كبير جدا في ضربات الجزاء وموفق بشكل جيد تقدر تقول خبره يمكن الكابتن حلمي هي اللي تفوقت على الكابتن طارق في هذه المباراه. طب استاذنك ارحب بالكابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي ونجم منتخب مصر ومدير الكره بنادي الاتحاد السكندري كابتن وليد اهلا بيك يا كابتن. كابتن عبد الحميد والف مبروك. تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبار كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن شريف تحياتي ليكم كلكم. مبروك يا كابتن. مبروك يا وليد. الحمد لله مبروك. مبروك الماتش ده واللي فات طبعا. الحمد لله يا كابتن شريف ربنا يخليك. بصماتك واضحه يا كابتن. انا عايزين نعرف السحر بتاعك ايه يا كابتن وليد. والله كرم من عند ربنا يعني. انا عايز اقول لك على حاجه بيطلع فلوس بعد كل ماتش وبيدي عصام رياض والعيال وعشاء مش عارف. انت عزومه يا كابتن شريف. انا ليه عزومه طبعا انا بس انا مستني الفاينل يا باشا سمعت ان في ما جتش انت المره اللي فاتت. انا بجمع سامع ان في 1000 جنيه في الفاينل ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن وليد ومباراه يعني بعد مباراه الزمالك كان ماراثون كبير جدا كنت متوقع ان الاتحاد النهارده يظهر كمان بشكل طبعا مش زي نادي ماتش الزمالك خالص لكن كان ماتش الزمالك ماراثون وكسبتوه بضربات الجزاء كان نتيجه طبيعيه ان الاتحاد يظهر بهذا الشكل النهارده. والله الحمد لله يعني عايز اقول لك بس مبدئيا المباراه من وجهه نظري انا فنيا وحشه والفريقين قدموا عرض وحش قوي تمام بس ليه اسبابه اكيد يعني سموحه خارج من هزيمه الله يكون في عون الكابتن طارق يحيى في شويه لخبطه في مغاير اكثر من 4 5 لعيبه اساسيين عامله خوف عند نادي سموحه شويه احنا على الجانب الاخر انت عارف اللعيب المصري لما بيكسب الزمالك ولا الاهلي ولا يكسب حاجه كبيره دايما بعديها ب4 ايام عنده مشكله فاشتغلنا كابتن حلمي طولان بالجهاز الفني على فكره الناحيه النفسيه يعني حاولنا بقدر الامكان نخرج اللعيبه من الافراح ومن النشوه وعلشان كده انا شايف انها مباراه وحشه يعني الاتحاد متاثر بفوزه على الزمالك وسموحه متاثر بالهزيمه من بتروجيت ولا متاثرين بالاجهاد شويه يا كابتن وليد؟ طبعا 100% صح يعني عملنا ماراثون مع نادي الزمالك بالظبط انك تلاعب نادي الزمالك وتخرج بره ملعبك وتكسبه على ملعبه في وسط جماهيره كمان بضربات جزاء ضغط عصبي غير عادي على الولاد يعني طبعا وكانت مباراه كبيره جدا وكان فيها شغل باين قوي من الجهاز الفني واللعيبه بصراحه عملوا مباراه رائعه الحمد لله واحنا كنا شايفين الكابتن حلمي برضو والجهاز
ان احنا كل ما بنقرب لضربات الجزاء اكيد فرصتنا هتبقى اكبر، بما انك خارج من مباراه كبيره نادي الزمالك فعندك ثقه في ضربات الجزاء. يعني الهاني سليمان عنده ثقه كبيره بعد مباراه الزمالك، اللعيبه حتى اللي شاطت الحمد لله النهارده ما ضيعناش ولا واحد. ما شاء الله الحمد لله اللعيبه عندها ثقه شويه لانها خارجه من موقف صعب مع نادي الزمالك. كان في ضربات جزاء لمباراه الزمالك كانت غريبه جدا، يعني كل ما الزمالك يضيع بتلاقي لعيب نادي الاتحاد يضيع برده بطريقه غريبه جدا، فاكيد النهارده كان كله عنده حذر خصوصا في ضربات الجزاء. الحمد لله. يعني اعتقد ان كابتن وليد بقى دلوقتي الطموح الاتحاد زاد، بطوله عربيه وكاس مصر، هتقابل الفتره اللي جايه دي ازاي؟ هتكلم على اللعيبه ازاي؟ موضوع برده مش سهل. والله يا كابتن عبد الحميد انا شايف من وجهه نظري ان تدعيمات يناير هتفرق مع كل الفرق. فاحنا ربنا يسهل، يعني طبعا احنا فاتحين خط اتصال مع النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله يبقى في تعاون، ومهم جدا تدعيمات يناير بالنسبه لنا تحديدا، لان احنا داخلين على البطوله العربيه هتلاعب فرقه اكيد من سبع فرق كلهم جامدين جدا. بالظبط. زائد ان انت لما هتدخل على دور الثمانيه في كاس مصر اكيد هيبقوا برضو اقوى سبع فرق معاك. بالظبط. فالمساله مش محتاجه اي تقصير او تهاون تحديدا في تدعيمات يناير. بالظبط. ربنا يسهل ان شاء الله، ونحاول يعني ربنا يسهل يبقى في تعاون بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد، ونقدر ناخد يعني عدد. ربنا يسهل لما نشوف النادي الاهلي يعني هيعمل ايه في اللعيبه، وربنا يسهل كده تكون تدعيمات يناير ان شاء الله تقوي فرقتنا ان شاء الله. اكيد يا كابتن وليد، الاتحاد والاهلي طول عمرهم بصراحه يعني ما بيتاخروش، او الاهلي كمان ما بيتاخرش عن نادي الاتحاد في اي لعيبه، بس مش عارف انت حاطط عينك على مين. انا بقلق من اللعيب اللي بتحط عينه عليه. بس ما تنساش برضو ان كل اللعيبه اللي انتقلت من الاتحاد للاهلي كلهم بقوا سوبر ستار. بالظبط. يعني حسن مصطفى راح منتخب مصر وكسر الدنيا جد، وهداف افريقيا. بالظبط. لا يعني ما فيش حد بيمشي من الاتحاد يروح الاهلي الا يعني بيكسر الدنيا. بالظبط. بقول في الناديين بيدوا لبعض لعيبه، بالذات الاهلي بيدي الاتحاد كتير، والاتحاد طبعا اللعيب اللي بيجي منه انت عارف يا كابتن وليد، مش هتقول لي برضه اللعيبه اللي انت حاطط عينك عليهم. ربنا يستر. اقول اماكن يا كابتن. طيب الاماكن اللي محتاجها كابتن وليد. كابتن وليد، كم مكان انت محتاجه الفتره اللي جايه للاتحاد؟ ايه الاماكن لسه من عندهم تدعيمات؟ انا عارف كابتن وليد ما في اسئله كده عشان اللعيبه كابتن ماهر. مش هنقدر نقول ولا المراكز ولا اللعيبه. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونكون موفقين ان شاء الله. كابتن وليد ربنا معاكم، ما شاء الله فتره جميله جدا في نادي الاتحاد السكندري، كل الجماهير وكل حتى النقاد بيتكلموا عليها، ان شاء الله تكملوها على خير. بطولتين يعني كبيرتين جدا ان شاء الله تطلعوا منهم باللي انتوا عايزينه. كابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره بنادي الاتحاد السكندري، كل التوفيق ليك ولجهازك الفني ولجماهير نادي الاتحاد سيد البلد. مش هيقول لا يعني وتدعمات كل الفرق عايزه مين؟ انا والله انا ممكن اديله انا اربع لعيبه يعني في منتهى الصعوبه هيجيبوا مين؟ يعني انت كل الفرق دلوقتي ما شاء الله كل مدير فني يطلع يقول احنا محتاجين تدعمات في يناير. هنجيب اللعبة دي منين يا كابتن عادل؟ وهم هيجيبوا اللعبة دي منين؟ مين؟ كل الفرق اللي موجوده دلوقتي في الدوري الممتاز محتاجه تدعمات في يناير. فانا شايف يا كابتن لعيبه كتير يا كابتن ما شاء الله يعني بس اللعيبه والله العظيم لعيبه كتير. انت محتاج لعيبه تكون مؤثره مدرب الاضافه انا يعني هتجيبه منين؟ زي ما الكابتن شيد انا بتناقر معاه دايما انا هو في الاستوديو. لا انا بتناقر في المصلحه. بالظبط. اثنين روس حربه وانا اقول له 4-2-3. انا بس عايز اقول كلمه لطارق يحيى. اتفضل. مفيش مدرب بيمسك فرقه يبقى في اسبوع يقدر يغير النتائج ويقدر يغير الدنيا ويقدر اصبروا على الراجل او اصبروا على اي مدرب بيجي لغايه يناير، لغايه لما يدعم فرقته، لغايه لما يعيش مع فرقته، لغايه لما يشوف الدنيا فيها ايه. صعب يا كابتن. يعني صعب قوي انك انت ما تصبرش على مدرب هتبقى جايبه زي كابتن حماده صدقي، يعني جاي بيخبط في النادي الاهلي في مباراه قد اللعيبه بتاعته. انا عمري ما شفت فرقته بهذا الشكل القوي، لعيبته بسرعه عارف، انما الظروف والمطر وحرمته من بعض اللعيبه، واللعيبه جالها بالمجهود الكبير شد، واللي جاله اصابه في رجله، حصلت تطورات غيرت المباراه كلها. لعيبتنا احنا كان عندهم حماس والغيره على الفانيلا وكلام. فبرضه كابتن حماده، كابتن طارق يحيى، الكباتن اللي بتمسك فرق في التغييرات اللي بتحصل في وسط التطوير، التدوير ده اللي بيحصل في وسط الدوري،
يعني انا بشفق عليهم الحقيقه. الحقيقه يعني مش هم دول طارق يحيى اللي انتج مع الفرقه كتير، مش هو ده عماده اللي هو صاحب الجولات لا، الحقيقه عايزين نظهر على في ضغط شديد من مجالس الاداره والجماهير على المدربين، فمنتهى الصعوبه المدرب اللي مش بدل ما يضغطوا على المدربين يجيبوا لعيبه تقف ترفع شأن فكر اللاعب. يعني الجمهور بقى بيضغط بشكل كبير جدا على مجالس الاداره، ومجالس الاداره بتبدا تاخد قرارات بسرعه، اللعيبه هي اللي بتعمل اللعيبه في رحيل الجهاز الفني. بقول لحضرتك ايه، انت فاكر هيديكوتي؟ طلع اعظم مدرب في الدنيا ليه؟ باللعيبه، بالمجموعه اللي هو اختارها، وبالمجموعه مانويل جوزيه اعظم لعيبه لعبت مع مانويل جوزيه وعملوا اهو راجل قاعد معاه يقدر يفكر لك ويقدر عنده فلكسبيليتي كل مكان. ده اللي بتكلم فيه، في اتنين تلاته في المكان، بس ازاي تستفيد منه؟ بيقع واحد يطلع التاني، هو محضر السيناريوهات. هو ازاي بيلعب تلاته بقى خمسه اتنين، خدت بالك؟ بيلعب اربعه اربعه اتنين، اربعه تلاته تلاته، عنده في كل طريقه عايز يلعب بيها اللاعب اللي يقدر يسانده ويقدر يفكروا فكر. انما اللعيبه عيني المدربين اللي بيروحوا على الفرقه دي، انا لو قلت لي تعالى امسك فرقه دلوقتي واكبر فرقه في مصر هقول لك اسف، انا بعد العمر ده كله واجي اقعد لي ماتش ولا اتنين، اربع ماتشات اقعد لي ماتشين، المشكله عندك لعيبه وضيع الدنيا باسمي وحياتي على ناس مش قادر تقف على رجليها. مين دور؟ خليني اقول لك بس ايه الحته دي، جماهير الاتحاد والفوز على الزمالك هم اكبر دعم نفسي الحقيقه كان في مباراه النهارده. انا ما اتكلمتش اصلا على الماتش ده، فهم دول الكلمتين اللي انا كنت عايز أنا دعم لنفسي والجماهير الاتحاد كانوا اكبر داعم لنادي الاتحاد، ومديله الحظ ومديله كل حاجه، والراجل اسمه براهيني ده ورزاق ونور السيد عاملين حاله لنادي الاتحاد ككوره بقى. تمام، بس اتفضل بقى كمل الماتش. نتكلم على الاهلي والطلائع بقى. هم بقى يتكلموا انا وانت كمان. انا ابدا بيك، انا بدات بالكابتن عادل والكابتن مروه، ابدا بيك في ماتش الاهلي والطلائع، بس تعالى نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نكمل تحليل هذه المباراه. اهلي وطلائع الجيش مباراه اكيد مستنيينها ان شاء الله، ثلاث نقاط ان شاء الله زي ما اتفقنا، مباراه كؤوس. تعالوا نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نتناقش فيه مع ضيوف الكرام. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن شريف، خلاص ما فيش قدام الاهلي مفر في ان هو يكسب ثلاث نقاط في كل مباراه. احنا قلنا قبل كده انا وحضرتك مباراه كؤوس كلها، مباراه صعبه، كل اللي جاي صعب. يعني كل اللي جاي صعب، والميزه بس ان انت لما بتكسب من فوز لفوز، الاهلي متعود على الفوز، والظروف الصعبه اللي قابلتك كمان في المباراه اللي فاتت تطلع بيها بمكاسب كتير جدا. يعني تحت ضغط نفسي ومتاخر بهدف، تدوير الملعب من جوه كجهاز فني بالشكل العام كله، هل هيبتدي يستمر بالمكاسب باللي انتهى بيه، ولا هيرجع تاني برضه نفس الشكل ويحط نفس ده بيبقى حسب اللعيبه المتاحه ليه بالفكر بتاعه اللي هو موجود، واداء اللعيبه برضه. بيقول الكابتن عادل بقول له كل ثلاث ايام ماتش، يعني ضغط برضه على اللعيبه نفسها. لازم مفيش سياسه تهويه اللعيبه، تحضير اللعيبه نفسيا، دخول اللعيبه اللي ما بتلعبش دايما تبقى قريبه مني، لان الظروف مش هتبقى جميله قوي بالنسبه لنا. ادينا شفنا حتى الفرق اللي قدامنا بيقع منها لعيبه، ولاعيبه مهمه جدا. الطريف بقى في طلائع الجيش ان هم من الفرق اللي بتلعب مفتوحه، بس خط دفاعهم بيبقى عنده ثبات وتركيز، يعني ما بيخاطرش زي الفرق كلها. زي الجونه مثلا الاقي احمد علي ده على طول بقى وينج رايت، والحته اللي وراه دي تبقى فاضيه. الناس دي الدفاعات بتاعتهم ابو المجد واحمد سامي وسطوحي وعاصم صلاح، دول بيطلعوا بحساب جدا لغايه نص الملعب، ما بيعملوش تدعيمات يعني اللي هي تخوفك قوي من الاجنام. مع ان عندهم من احسن السنتر فيرود اللي موجود في الدوري دلوقتي مصطفى محمد ده، بس عيبه ان هو بطيء شويه في الاستلام، وهو تحت المدافع بيدور بالعكس، عشان ده هو الخطوره فيه، انك لو ابتديت تشتغل معاه بالعرضيات، هو في العرضيات بيقدر يسرق اي دفاعات موجوده. واحنا بنلصم في الاثنين اللي عندنا، اذا كان احمد علاء او سعد سمير بيرجع تاني ياخد باله من احمد علاء وياخد باله من المكان ده وما اعرفش ايه، واحيانا بتبقى فيه اخطاء، بس انا مش خايف ولا قلقان من اي حاجه، غير ان الروح الحقيقه مغطيه في الاداء. يعني هو ده الكلام اللي احنا نقدر عليه. فعندهم كابوريا وعموري، دول من الناس، ومصطفى حمد اعتقد ان هم عندهم لغه الكوره اللي هو على كل 20 دقيقه كده بص تلاقي لمحات من طلائع الجيش بيلعبوا اي حد، تلاقيهم راحوا في الجيم بقوا موجودين معاك، وممكن وبيتاخروا دايما بهدف، وبعد كده زي ما عمل ماتش الاتحاد بيروح دافع بكل خطوطه وبكل قوته. الراجل بلجيكي اللي هو لسه جاي لهم ده
عنده فكر اهو ده بسرعه يعني ده طلع محظوظ وما اتغلبش اول ماتش على بره ارض تعادل تاني تايم في بمصطفى محمد متهيألي برضه هو اللي كان احرز الهدف فهم فرقه بيبقوا عايزين يعملوا نتيجه داخل المباراه ما بيفكروش في التعادل بس ولو انت ما النادي الاهلي ما فرضش قوته وضغطه عليه بقى ويا ريت نلعب بالثقافه اللي احنا لعبنا بيها تاني تايم في مباراه الجونه اعتقد ان الحكايه دايما احنا بنتكلم نخلص المباراه بدري بدري يا كابتن عادل عشان نستريح ونقدر ندور فكر الجهاز الفني اللي موجود وما نبقاش تحت ضغط على طول يعني تمام كابتن عادل طبعا لازم احيي الجهاز الفني قياده محمد يوسف والجهاز ثم طبعا كابتن سيد ربنا يكون في عونه وربنا يقويه واعتقد انه اضافه قويه جدا رجوعه للنادي واعتقد انه من ضمن الحاجات الفنيه اللي انا سعيد بيها جدا في ثبات في التشكيل يعني الماتش المقاولين الماتش الجونه الماتش اللي قبله بتروجيت هتلاقي عنصر او اثنين بس اللي بيتغيروا يعني خط الظهر زي ما هو تقريبا في وسط الملعب باستثناء حسام تغييره اضطراريه ازارو الشيخ والتغييره كانت وليد سليمان او ميدو جابر الكابتن حب يريحه بالزبط. علشان الشوط الثاني يبتدي يدفع بوليد بالزبط. اعتقد ان بكره يوم السبت يوم الاحد ان شاء الله اعتقد انه برضو نفس التشكيل هيبقى موجود بس اعتقد ان مؤمن زكريا هيبقى ليه دور انه ما حبش ان هو يدفع بيه في الماتش اللي فات لانه برضو كان لسه محتاج ان هو يديله شغل اكتر بحيث ان هو يبقى واقف على رجليه لان مؤمن الحقيقه بيفرق قوي قوي لما بيلعب بحريه انت عايز يبتدي ولا ياخد برضو والله رؤيه احنا ما بنحضرش التمرين انت بتحضر انا ما بحضرش التمرين لكن انا شايف مؤمن بخبراته ورجليه بتعرف بعرف ايه بقول المرمى فين وبعدين بيقوم بالدور الدفاعي والهجومي وبعدين في سرعات في مراوغه بيلعب برجليه الاثنين بيلعب بدماغه الولد ده لاعب مكتمل مميز اعتقد انه يمكن يلعبوا الشوط الثاني يبدا بنفس التشكيل ويبقى فيه تغييره وليد مكان ناصر او كده يعني هتبقى الحته برضو الشيخ هياخد من البدايه ازاره من البدايه هشام وسليه نفس الاداء لكن اللي انا شايفه انه ثبات التشكيل ده هيبقى من مباراه لمباراه في تطور في الاداء أكيد. في روح قتاليه موجوده كلنا لازم نعترف بيها ماتش الجونه كان صعوبته انه كان فيه مطر الحاجه اللي فيه برضو لعيبه الكوره لازم تبقى فاهماها ان النجيله عاليه قوي في الملعب ملعب السلام النجيله عاليه فتبص تلاقي مع الميه التمريره بيبقى ما فيهاش الدقه اللي انت محتاجها واحيانا انت بترجع الكوره او بتباص الكوره لازم تديها قوه معينه عشان تروح للزميل فكان اتقان الباصه والحاجات دي كانت برضو لازالت ما فيهاش انما من ماتش المقاولين العرب اللي كلنا كنا زعلانين قوي من النتيجه لكن كان في اداء مختلف مفيش شك ودي نقطه يمكن هخرج منها من المباراه احنا بنقول المدير الفني مهم جدا لذلك دايما بنقول رساله لما يكون في اداره نادي بحجم الانديه الكبيره في العالم انا بيبقى عندي 3 4 سيفيهات اقويه جدا بقعد مع الناس دي اشوف شخصيته زي ما الكابتن صالح والكابتن حسن والكابتن الخطيب عملوا ايه لما جابوا جوزيه اول سنه حصل ايه قعدوا مع ما خدش دوري ساعتها لما خدنا اعتقد افريقيا او خدنا كاس او حاجه كده جه ومشي الرؤيه بتاعت مجلس الاداره في الوقت ده ان هذا الرجل بيمتلك من الشخصيه القويه اللي يقدر يسيطر على النجوم اللي هو طلبها واللي هو محتاجها ويقدر ان هو فنيا على الرغم من جوزيه لما جالنا ما كانش اسمه كبير ولا حاجه كان اسمه عادي فمش شرط ان انا اجيب مدرب كبير قوي مدرب كبير قوي وابقى طالب منه نتيجه لا انا اجيب لعيبه اجيب مدير فني معقول هيجيب لي لعيبه كويسه فكره ولما اقعد معاه اشوف فكره ايه تمام. فيبقى انا ما بتورطش لان الراجل مع احترامي ليه راجل مدرب هايل وكل حاجه لكن ما ينفعش للنادي الاهلي
راجل مش طبعا احنا لا نغتاب ولا بنتكلم في الامور الفنيه. وده اللي بحيي الجهاز الفني ان هو بسرعه في الثلاث مباريات قدر ان هو المخزون اللي كان عنده ابتدى يرجع. ناصر والشيخ وكل الولاد اللي كانوا ما كانوش بيلعبوا ابتدوا يرجعوا. وبعدين برضه في خلال 3 4 ايام اللي جايين اعتقد ان معلول ابتدى يدخل, اجاي ابتدى يخش في اللعب في الاداء الجماعي, فتحي هيخش. فالمجموعه دي خلال اسبوع لما تدخل كمان هتبقى ليها مردود تاني قوي جدا. اعتقد ماتش يوم الاحد باذن الله تعالى مع الروح القتاليه مع الانسجام اللي هيبقى موجود مع الاداء الفني مع التغييرات اللي بتتعمل, كابتن محمد يوسف بيعمل تغييرات مدروسه وفيها عقلانيه ويعرف يعني ايه. يعني تغيير الباسم الماتش اللي فات طلع احمد شيخ بنزل الباسم, كان الخطوره كلها كانت جايه من الجانب الشمال فدفع باسم على الرغم ان باسم بيلعب ظهير, كلنا عارفين انه بيلعب ظهير, ولكن حب يدي جزئيتين, جزئيه دفاعيه وهجوميه لباسم, وفي نفس الوقت بيخف الضغط على كريم. ودي برضو حته فنيه يعني بحييه عليها. وبالك المعلول لو رجع ايمن اشرف هيخش جوه اكيد, لان ايمن اشرف الحقيقه ما تزعلش مني, ايمن مش ده مستواه, لا مش مستواه. انا سالته الماتش اللي فات, انا سالته قلت له انت بتستريح في الباك ليفت ولا جوه في ال قال لي والله حسب ما يعني ما بيطلبوني انا بادي هنا, عايز يقول لي انا بادي هنا وبادي هنا اقدر العب هنا وهنا. بس انا كشريف عبد النعيم بتفرج عليه وهو في المساك 10 على 10. لا هو الماتش اللي فات ما كانش كويس. لا الماتش اللي قبليه برضه ما كانش كويس. هو كابتن حسب حاله تعويضيه ليهم من اللعيبه اللي ما ريحتش بقى لها فتره. يعني ايمن هو الوحيد اللي مستمر في تيم النادي الاهلي المنتخب والنادي والنادي والمنتخب, واخد بالك الحاجه الثانيه كمان هو مرتاحش. مرتاحش يعني في لعيبه بترتاح, هو منتخب مصر يعني هو كاس عالم لا وعنده ثقه ازاي ياخد الكره ويعدي بطوله عربيه بطوله افريقيه. كابتن عادل ده اللي بيعجبني فيه. في حاجه ثانيه, عصب قوي, اي كره فيها التحام التحام بتاعته, وبعدين من النائم النوع اللي بيضم ورا السردباك بيقفل الحته اللي ورا, وبعدين الحته الهجوميه ناقصه بس الحته الاوفر اللي بتعمل الواو ده الموزه اللي بتتعمل الواو دي واحده واحده محتاجه هتمشي الدنيا معاه. لا ما احنا لازم نقول كده لان احنا قلنا قبل كده من 4 شهور ان الراجل اللي حط له 2 فراوده بقى عشان لما يعمل لك الموزه دي لما قلنا حد يجيب الجوان لما الراجل نزل راح لعبها براسه راحت للثالث الراجل بقى في ناس من 18 هنا الراجل اللي موجود يعني ما ينفعش للنادي الاهلي. وده كان حاجه احنا حكم اهلاويتنا وحكم دمنا وحكم بيتنا لما بنقول كده ما تخافش مش هيرجع تاني الراجل ده اللي راح ما بيرجعش. الناس تحترمنا والناس تقدرنا ان احنا في قناتنا قناه النادي الاهلي بنقول كلمه الحق بادب وبذوق وما فيهاش تجريح ولا فيها حاجه أكيد. لكن الراجل مدرب كبير قوي وعظيم قوي لكن لا يناسب النادي الاهلي اكيد. كابتن ماهر عشان خلاص وقتنا طيب هو برضو رايك هو راي محمد يوسف طبعا بنحيي محمد يوسف بعد مرحله انتقاليه وده سمه ولاد النادي سمه المدرب المصري ان هو ابن من ابناء النادي لما بيطلب منه فعلا بيلعب. محمد يوسف قدر الفتره اللي فاتت ديت محمد عنده خبرات مع النادي الاهلي وكسب بطولات بالنادي الاهلي وخبراته حتى الخارجيه. فمحمد بصراحه يعني تولى المهمه يا كابتن عادل وكان عنده شيء من الصبر وشيء من العداله والشفافيه حتى بتوزيعه للاعيبه النادي الاهلي. اختار التشكيل الامس زي ما كابتن عادل قال, اختار التشكيل المناسب للمباراه. انت عارف كل مدير فني بيبقى عنده اختيارات لكل مباراه ليها رجالتها. فمحمد قدر يختار الناس اولا السلام 100%, ثانيا اللي عندهم مخزون فني وبدني وتكتيكي بشكل جيد, وما لعبش في الفرقه زي بعض المدربين. في مدربين تتولى المهمه تبدا تغير تغييرات غيرت الشكل بتيجي بالعكس, لكن محمد كل تغييراته كانت تغييرات ايجابيه بشكل جيد. وهو في ثباته للتشكيل 4 خط الظهر عوده شريف مره ثانيه ثقه كبيره جدا لينا وثقه لشريف. ايمن اشرف واحمد علاء, احمد علاء الوافد ده ثاني مباراه ليه. انا شايف ان احمد علاء كل ما هياخد من المباريات كل ما ان شاء الله باذن الله هيبقى من ضمن السردباكات اللي بنقدر نعتمد عليها. كريم نتفيد اللي هو كلنا راهنا عليه من خلال مبارياته الاجتهاد اللي الولد موجود عليه, حتى المباريات اللي كان بياخدها الجزء كان بينزل في خلال المباريات السابقه مع كارتلون كان بيأدي بشكل جيد. عمرو السليه وهشام محمد ناصر ماهر نتمنى ان مصر ان شاء الله نشوفه بالمستوى اللي احنا متعودين عليه. انا بقول ثقتنا كبيره جدا في لعبتنا, جمهورنا
حسب هذه الثقة اللاعبين قادرين إن شاء الله من 3 نقاط ل3 نقاط، وده واضح حتى في شكل وأداء النادي الأهلي في الجدول. النهاردة احنا وصلنا للمركز العاشر بعد ما كنا في المركز الأخير وقبل الأخير إن شاء الله. فبنقول إن شاء الله المباراة اللي جاية 3 نقاط وهم قادرين إن شاء الله بتحقيق هذه النقاط. نورتنا شرفتنا يا كابتن. شكرا يا كابتن ميدو. نورت كابتن ميدو. شكرا يا كابتن ميدو. نورت شرفتك يا كابتن عادل. شكرا. يعني اخر حاجه هختم بيها معاكم الصوره اللي هتشوفوها قدام حضراتكم، ده اهلاوي صغير انتخابات كي جي 2 يعني كابتن شريف رايك بسرعه كده، انتخابات كي جي 2 كريم دخل فيها، مالك دخل فيها عشان يبقى هو يعني قائد الكي جي 2 بشعار النادي الاهلي. لما قالوا له اخترت شعار النادي الاهلي ليه؟ قال لهم ما ينفعش شعار النادي الاهلي يقول في حاجه غير لما يطلع رقم. جبت لنا الولد اللي كان بيعمل الماراثون ده حاجه جميله دي. الولد ده كمان مفاجاه. النبي يا كابتن ميدو مش عايز انسيك، ها عشان لو ما جتش معاك يوم الاحد تبقى تلعب باثنين. حاضر. راس حربه. ما تخافوش على الاهلي زي ما بنقول لكم دايما، زي ما كابتن عادل طعيمه اتكلم وكابتننا الكبار اتكلموا ان دايما الاهلي بنتكلم هنا بمنتهى الاخلاص ومنتهى الحب. ما تخافوش عن الاهلي، انا عارف طبعا انتوا ما بتخافوش لكن بتقلقوا شويه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي دايما بيثبت بسرعه ان هو دايما هو الكبير. ان شاء الله دايما كبير، وان شاء الله اشوفكم يوم الاحد في مباراه الاهلي والطلائع الصعبه جدا. نلتقي على خير ونبارك لبعض بعد الماتش زي ما احنا متعودين، وتصبحوا على الف خير.